سكة الحديد خلاص والقناة. في ماتشات كمان عندهم بكرة مباراة مع بعض الاثنين، زد مع وادي دجلة. تعادل خلاص. إما الصعود بزد أو وادي دجلة يبقى على الأمل الأخير في مباراة زد مع السكة الحديد. لازم يكسب. كابتن كرم. والله يا دكتور صعب. كده أعتقد إن الأمور حسمت. أنت بتتكلم على فرقة عندها ثلاث خيارات عشان تصعد دوري ممتاز. تتعادل. أو تكسب. أو تستنى. أو تستنى الماتش الأخير. لكن أنا متهيألي إنك توصل الأسبوع الأخراني يا دكتور، الأسبوعين الأخرانيين وأنت فارق 5 بونت، ده كبير جدا جدا. مع إن فرقة دجلة من الفرق الكويسة جدا. جدا. السنة دي كنت شغال في مجموعة القاهرة من الفرق المميزة جدا جدا. لكن خليني أقول لك إن فرص زد أكتر كتير جدا جدا. ووارد إن تحصل أي تغييرات، بس مش معقولة يعني الفرقة هتتغلب ماتشين زد. لا عندنا بقى بص هي كورة برضو لسه موجودة في الملعب. أصعب كمان من زد و العبور والاتصالات. العبور والاتصالات وإستر كومباني وكهرباء الإسماعيلية. العبور من الفرقة كويسة جدا يا دكتور على فكرة، مجموعة لاعبين. العبور والاتصالات بيلعبوا على الترقي المحترفين. معاهم مدرب محترم جدا. إستر كومباني وكهرباء الإسماعيلية فرق بين إستر كومباني وكهرباء الإسماعيلية بونت. بس ملها خلاص، ما هو اللي هبط خلاص الإعلاميين. لا القاهرة الإعلاميين خلاص. الإعلاميين هبط. المجموعة بيصعد بيهبط منها واحد بس. واحد الإعلاميين خلاص هبط. هو المشكلة كلها في الاتصالات والعبور. تمام. الاتصالات والعبور عشان قول لحضرتك بكرة الاتصالات هيقابل مع إستر كومباني والعبور. والعبور هقول لحضرتك هيقابل مين؟ الترسانة لازم يكسب. العبور مع منتخب السويس. خلي بال حضرتك يا دكتور كمان الترسانة لسه موجود في اللعبة. الترسانة موجود. الترسانة موجود. 44 يا جماعة. لا ده الترسانة موجود وبقوة. بالظبط كده. الترسانة موجودة بقوة. الترسانة عنده بكرة القناة. ماتش تقيل. الترسانة مع القناة بكرة. الترسانة بكرة مع بتروجيت. الترسانة مع القناة. مع بتروجيت. لا يا كابتن. مع بتروجيت يا كابتن. عندنا الجدول هنا. مع بتروجيت. الجولة 30 انا اسف. انت الجولة 30 هيلعب القناة، لكن هو بكرة مع بتروجيت. الجولة 29 هتقول الجولة 29 يا جماعة بتاعت بكرة بعد اسبوع. مع بتروجيت. اسم كمباني مع كهرباء الإسماعيلية، العبور مع الاتصالات، ادي اللي برضو يعني بالزبط. الترسانة بقى منتظرة المباراة دي. لأن حد يوقع التاني. حد يوقع التاني. تمام. مستقبل السبورت مع منتخب السويس. زد مع وادي دجلة قلنا، بورتو السويس مع سكة الحديد، تاج الحرب مع النصر، القناة مع الإعلاميين، بتروجيت مع الترسانة برضو ماتش تقيل، لكن الترسانة عاملة ماتشات كويسة جدا في الأسابيع الأخيرة جدا جدا جدا. فالثلاثي الترسانة منتظر يعني الترسانة يمني نفسه بتعادل الفريقين بكرة. لسه بقول اسبوعين يا دكتور. ما هو فاضل اسبوعين. معاه الاسبوعين. آخر مباراة هتبقى للترسانة في الأسبوع الأخير هتبقى هقول لحضرتك فيها هتلاعب مين؟ قناة. مع القناة. الاسبوع الاخير هيبقى مع القناه. يعني نفترض يا دكتور مثلا ان الثلاث فرق كسبوا، ان فرقتين كسبوا الاسبوع دول، ترسانه كسب مثلا، العبور كسب. هنستنى الاسبوع اللي جاي برضه. هنستنى الاسبوع اللي جاي. ما هي ده دي ميزه في الميزه. هنستنى الاسبوع اللي جاي.